وين غرفة الضابط إذا بتريدي؟ الباب الثاني على اليمين يا خالمي. الباب الثاني على اليمين. استنى أنت. حاضر. تفضل. صباح الخير. وينه مصطفى؟ عادي شاه نور خانو. وينه؟ ليكون حطيتوه بالسجن. مصطفى مفقود يا خانو، بعد ما طعن رفيقه هرب ونحن هلا عم ندور عليه. أكيد في غلط حضرة الضابط، أنا ابني مستحيل يعمل هيك شيء أبداً. طبعاً سيدي ما بيعملها. عملها يا خانو. عمل خناقة بصالة البلياردو. ابنك طعن رفيقه بالسكين، وفي شهود كتار. افتراء؟ مصطفى مستحيل يعمل هيك شيء أبداً. شاه نور خانو، مفهوم ما بتريدي ينحكى على ابنك. بس كم مرة أنا حكيت ونبهتكم إنه سلوك مصطفى مو منيح. ومين بتكون أنت؟ أنا مدير المدرسة، بعدت لكم كذا مرة مشان أحكي لكم عن مصطفى وفهمكم وضعه، بس أنتو ما أجيتوا ولا مرة على المدرسة. إجت بنتك وصارت تترجانا كتير وما طردنا من المدرسة، أما لهون وبس. من هلأ ورايح ابنك ما بقى له أي علاقة بمدرستنا. يكون بعلمك. أهلا وسهلا. هلا أول شي لازم نقلي البطاطا؟ بصير مثل ما بدك. ماما وين أمي؟ أمك مو هون، من شوي طلعت. شو صاير؟ قدمت شكوى، ام الشاب واقفه برا ورح ترفع دعوى. حضرة الضابط، نحن مانا خايفين من الدعوى، خلينا نحكي مع عيلته نتفاهم معهم ونحلها. بعتي ورا الام. تأمر سيدي. تفضلي. شاه نور خانو. ام مصطفى. خجلي خجلي، انت مربية مجرم مو ولد. انت ام انت؟ تفضلي استريحي يا مدام وهدي حالك. ما بهدا، انا ما لقيت ابني بالشارع. يا مدام انا زعلت كتير. زعلت كتير؟ ابنك كاره يقتل ابني. بدي ارفع دعوة حضرة الضابط، اكيد رح ارفعها. خلي هالسرسر ينحبس حتى يصحى على حاله. يا مدام شو ما قلتي معك حق، بس نحن مستعدين نعمل اللازم، ندفع كل مصاريف المستشفى وبندفع تعويض مناسب. شو؟ انت شو مفكر حالك؟ طلعي علي لشوف انا بحاجه مصاريكي؟ لا، رح ارفع دعوه وهلا رايحه لمحاميي، نلتقى بالمحكمه. مدام اذا سمحتي. ما عم صدق يا امي، شلون بتعمل هيك شيء يا اختي؟ بكفي بقى بكفي. كيف قدرت تقول انه البنت حامل؟ ببال مين بيخطر هيك شيء؟ امك. ما بيخطر هيك شي غير ببال شاه نور. ها يمكن اجت. شو هالجرأة يا امي؟ شلون طلع معك تقولي انه جوجك حامل؟ امي؟ امي؟ امي شو صاير؟ مصطفى ضارب رفيقه بالسكين. مصطفى ضارب رفيقه بالسكين؟ يا الله تعطيني الصبر يا الله. دخيلك يا ربي شو عملنا لحتى تعمل فينا هيك. دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي. خلاص امي امي خلاص مشان الله. خلاص امي.